نروح للتموين. وفي حاجة غريبة كده، طبعا كل سنة وحضراتكم بألف خير، بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك. في حاجة غريبة كده، اللحمة بترخص أو المعروض من اللحوم مقارنة بمثل هذا الوقت من العام أو مقارنة بالأيام العادية، هتلاحظوا حضراتكم أنه اللحمة أسعارها رخيصة. امبارح كان الوزير الدكتور علي المصلحي وزير التموين كان قال انه الوزاره هتعمل 71 شادر علشان تبيع الخرفان الحيه جنب منافذ الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه لتوفير منتجات اللحوم. في اسعار يعني اتقالت، وفي اسعار طبعا حضراتكم اكيد ملاحظينها. اللحمة البرازيلي الطازة 110 كيلو، 110 جنيه للكيلو. السوداني ب 85 جنيه للكيلو. اللحوم المجمدة المستوردة 60 جنيه للكيلو. اللحوم الضأن السودانية المبردة 95 جنيه للكيلو. الخرفان الحية 62 جنيه للكيلو. طيب نشوف في انفوجرافيك دلوقتي للأسعار.